عادة الأمور تحاق في ليل، ما يحاق لنا في الكويت يحاق في وضح النهار. ما يدور الآن هو محاولة للنيل من هذا الكيان. وعادة العدو لما يجينا من برا نشوفه واقف على الحدود نتصدى له. واضح المصيبة أن اليوم أيدي خفية قاعد تلعب فينا. شو اللي قاعد يصير في البلد؟ وين قاعدين نروح؟ من وراء المواضيع هذه كلها؟ إذا قلنا أن هناك أيدي خفية تعبث في الكويت من برا، من يجرؤ؟ هل فعلا دولة صغيرة هل كبرها تتجرأ على الكويت أو تطلع شبر برا حدودها تتعبث في المنطقة دون دفع ومباركة صهيونية؟ مرشح الدائرة الثالثة خليل عبد الله أبول على المنصة في الأوقات التالية.